السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة، ونبدأ بأبرز العناوين. إقامة صلاة الجمعة فقط في هذه المرحلة ابتداء من 5 يونيو المقبل. صرف رواتب شهر مايو للمواطنين العاملين بمنشآت القطاع الخاص. الصحة تبدأ بعمليات تفتيش ل4200 صالونا ومحلا للحلاقة والتجميل للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. استنادا إلى التوجيه الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه بعودة إقامة صلاة الجمعة مع وجوب تطبيق التعليمات الصحية الاحترازية اللازمة لمنع انتشار المرض، فقد رأت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في ضوء ما صدر عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من آراء شرعية بشأن أداء العبادات في زمن انتشار جائحة كورونا أن تتم إقامة صلاة الجمعة فقط في هذه المرحلة، وذلك مع اتخاذ الاشتراطات الصحية التي يجزيها الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة، وذلك ابتداء من يوم الجمعة الموافق 5 يونيو 2020. وبحسب المعطيات سيتم بشكل دوري مراجعة القرارات ذات الصلة بهذا الشأن وفق الضوابط الشرعية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع. وفي هذا الشأن فقد نسقت الوزارة مع إدارتي الأوقاف لعمل الترتيبات اللازمة لتهيئة الجوامع والمساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة. أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان أن الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص بدأت فعليا بصرف رواتب موظفيها البحرينيين لشهر مايو، والذين تكفلت الحكومة بدفع أجورهم بعد إطلاق حزمة مالية واقتصادية دعما للمواطنين والقطاع الخاص، وذلك بعد أن استكملت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إجراءات تحويل جميع المبالغ إلى حسابات أصحاب العمل لسداد أجور العمال المواطنين المؤمن عليهم لدى الهيئة، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بالمعالجة الفورية لأي تأخير أو صعوبات إن وجدت في عملية الصرف يتم التبليغ عنها عبر الأرقام الهاتفية أو البريد الإلكتروني المخصصة لهذا الشأن، داعيا جميع المنشآت إلى دفع الرواتب في مواعيدها المقررة. في إطار التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19، تواصل وزارة الصحة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جهودها للحد من انتشار الفيروس، حيث بدأت يوم أمس الأربعاء بالزيارات التفتيشية على الصالونات ومحلات الحلاقة والتجميل من أجل التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية. وخلال نشرة الثالثة أكدت الدكتورة نجاة أبو الفتح مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة عبر اتصال هاتفي حول أبرز الاشتراطات الصحية المتعلقة بعمل صالونات التجميل ومحلات الحلاقة، ونوهت على التزام جميع صالونات التجميل والحلاقة بهذه الاشتراطات. كان في العديد من الاشتراطات، ومن أبرزها طبعا في اشتراطات متعلقه بشهاده التسجيل الصحي التجاري اذا هي صارت مفعول او لا، ولازم تنحط في مكان يعني مثبته بحيث مكان بارز على اساس ان احنا نتقيد بالنشاط المرخص، وفي سجل يومي لازم لجميع الزبائن يحتوي على اسمهم، رقم التواصل، تاريخ ووقت الزياره، كذلك الجميع العاملين في هاي الصالونات لازم يتقيدون بلبس الزي رسمي، مرايل ذات استخدام واحد اثناء العمل، استخدام الكمامات والقفازات اثناء العمل، والتخلص من القفازات بعد كل زبون، غسل الايدي وتعقيم الايدي مباشره قبل وبعد اجراء اي خدمه. كذلك تاكد ان الادوات مالت الحلاقه والتجميل تكون موجوده بشكل كافي ما يتناسب مع حجم العمل في المحل. لازم يستخدمون ادوات وفوط ومرايل وشراشف ذات استخدام واحد اثناء عمليه الحلاقه والتجميل وزاد الشعر.
كذلك لازم يكون في توفير لاجهزه ومعدات مواد التعقيم والتطهير المعتمده طبعا وبعدد مناسب. السادسه مستمره وتتابعونا فيها بعد قليل. وزارة الداخلية تحذر سائقي المركبات من التجاوز في المنحنيات. صرحت الأستاذة لطيفة البنوضة الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم بأنه في ضوء تمديد فترة تسجيل طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بالتعليم الفني والمهني حتى شهر يونيو 2020 فسوف يتم تنظيم محاضرات توعوية افتراضية عبر برنامج تيمز يقدمها مجموعة من المرشدين المهنيين بمدارس التعليم الفني والمهني توجه إلى طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم بهدف ضمان حصولهم على كافة المعلومات المطلوبة حول الدراسة في هذا المسار والرد على استفساراتهم حولها.
أصدرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف دليلا إرشاديا حول خدمة رفع الدعاوى المدنية والتجارية بجميع درجاتها إلكترونيا، وذلك في إطار التحول الرقمي في قطاع العدالة. وأكد الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق حرص الوزارة على تعزيز الاستفادة من التقنية الحديثة بما يسهم في تيسير الخدمات العدلية أمام المحامين والمتقاضين والمراجعين، لافتا إلى أن الدليل متاح على موقع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ويتضمن الدليل شرحا تفصيليا لخطوات خدمة رفع الدعاوى القضائية بجميع درجاتها إلكترونيا، وتشمل الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية والعمالية والإيجارية. حذرت وزارة الداخلية عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي سائقي المركبات من التجاوز في المنحنيات، وذلك بسبب صعوبة رؤية المركبات في المسار المقابل. كما حذرت الوزارة بعدم المخاطرة بالتجاوز إذا كانت سرعة المركبة التي أمامك عالية ولا توجد رؤية كافية وواضحة. كما دعت الوزارة مستخدمي الشارع إلى الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية، وذلك حفاظا على سلامة الجميع. وإلى حالة الطقس في محافظة مملكة البحرين. ختام نشرة السادسة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.